يمكن معانا اقل من كف. ركزوا على الطينين بالذات الصوديوم هايبوكسايد وقسمنا غاوي الهايبرازين كمان طب لا يفتح عشان الوقت الباب او الكلمه اللي مش موجوده عند حضرتك اللي هي ديبريس الفتاه والكلمه قالتها لابنه أو فيديو إيمان سمير أو تبرس البتاتي أنا مش هقوم فيها طبعا قال تبرس البتاتي أهو الرسمة المشهورة بتاعتهم بتاعتهم الأسامين لهم أدوية كيف الأكبر بيت أنا مش هشرح كلهم حولك إيه اللي هركز عليهم فيه بس ألفا والبيتا نسميها أدرينرجيك ريسبتور بلوك ماشي مرتبط بالوقت من 12 إلى 30 في هالوجينيوم ألفا والبيتا بلوك ما تعرفوش تفاصيل على الأدرينرجيك نيو بلوك أنا أكتب عندها رسمة بسيطة كده في الميتين هي أدوية بتمنع الريليس ومانيتيدين خليك معايا ماشي أدوية بتمنع التخزين الريزربين أدوية تمنع السنتس الفا ميثايل دوب في عندنا أدريستيميت الفا 2 لايك الفا ميثايل دوب تاني وكلوريدين اللي ما بنقولهوش كويس كتدريس ده مهم وكل مسمى منفسين أما جانب بوكر سيما يبقى في أدرينرجيك ريسبتور بلوكر وأدرينرجيك نيون بلوكر وفي استيميت الفا 2 ويمكن اشهرهم البلوكر هنا والاستيميت الفا 2 الادرينرجيك نيورون دول اقل اهميه. عاوز حضرتك تعرف ليه ما بنستخدمش النون سيلكتيف الفا بلوكر في علاج الضغط؟ لما اسال اي ابن من الابناء او ابنه واقول ليه ما بنستخدمش مثلا فينتولامين؟ ليه نزوده طب تولازولين؟ فينوكسي بنزامين؟ هما الالفا بلوكر هيكون الرد بلا تحفظ عشان دول بيقفلوا الفا 1 والفا 2 بس ده اللي عاوزه ولكنهم بيقفلوا الفا 2 بيزودوا النورادرينالين حيث الالفا 1 مقفوله يبنوا البيتا 1 اللي هي التاكي كارد فحياتك يا دكتور اهي الرسمه دي ومن ثم لجأنا بس لاستخدام السيلكتيف الفا 1 بلوكر لايك برازوسين لايك بتوع البروستين دوكسازوسين تامزولوسين اللي بيقفلوا الفا 1 ما يعملوش تاكي كارد يا دكاتره البرازوسين اسمه في السوق مين بس بيستخدم كل يوم يمكن يا جماعه طلعوا ابحاث عليه ان هو بيعمل صدم ده موضوع مالكش دعوه بيه ولكن بيشتغل واحيانا ادويه البروستين بنستخدمها ساعات نغطي بيها ضغط الدم لو واحد ضغطه عالي عنده البروستين نضرب عصفورين بحاجه واحده اهي عشان الوقت انا مش هقول ايه بص يا دكتور طبعا دي الاسامي اللي انا سوري قبل الدرجه الاهي انا سوري اهي شايف اهو اللي هم ديبريس الفتاتا ادرينرجيك ريسبتور بلوكر الفا بلوكر بتكلم عليها فرازو سينا اهو هو قال كل الاسامي دول بيقفلوا الفا 1 والفا 2 في التولامين ده هذا الدوكسين ما خدتوش في نوكس الانزامين ده بتاع الشوك زمان بيقفل الفا 1 مش مكان معاه اللي بيقفل الفا 1 هو اللي مكان برازوسين الدوبامين دوكسازوسين ده بيستخدم في البروستيت بار في بيتا بلوكر سيلكت ونون سيلكت في الفا زي بيتا بلوكر لا بيتا لون والكام بي دي لون استنى يا دكتور طبعا لما اتنين ادينيرجيك نيون بلوكر هتمنع ريليس جوانتيدين للقطب الدائري حاجة تمنع التخزين الانزيمين في مصر لا زال يستخدم وهي بالذات الفا ميثايل دو ثم استميت الفا 2 نوبة اللي هي زي الفا ميثايل دو تاني اهو وكلوريدين والمنفسين دكتور جاني بروكر ملهاش دور معانا اهو انا عارف اشرح السلايد ده سيبك انا بقول بقيه الاسامي هبتدي نبرس البتاتا اشرح الرسمه بتاعت الالفا بلوكر اهو ليه ما بنستخدمش الفا بلوكر دي
كل أمين في الضغط. أهي دبريس سيمباتيك أدينيرجيك ريسبتور بلوكر ألفا بلوكر. ألفا بلوكر إنكلود برانوزين ده أهم واحد عشان خاطر تعرفوا من إيه نزيد إزاي بيعمل دايلاتيشن بيقفل ألفا 1 بس وفوسفودايستريز إنهبيتور يجمع سايكليك إميون سايكليك جي إن في. والراجل ده ما يعملش تاكيكارديا جالكم في الامتحان تفصيل ما يعملش تاكيكارديا بيجمع سايكليك ام بي وسايكليك جي ام بي ولانه بيقفل بس الفا 1 ليه ما بيعملش تاكيكارديا مش وقت اهو بيقفل الفا 1 وفوسفودايستريز انهبيتور بيجمع سايكليك ام بي وسايكليك جي ام بي ده المدر بتاعه خدناها قبل كده انا عارف مش بقول معاك بتاعتك انت درست الموضوع دكتور من فضل ديس بارد باي لوكيشن بتاع الفرادوسين اللي هو مثلا الفا 1 نوت اكونتد باي تاكي كارد عشان سيلكت الفا 1 بوكا ما يقفلش الفا 2 وبالتالي ما يزودش النور ادرينالين وبالتالي ما يبانش الفيتامين بتاع النور ادرينالين والنقطه الثانيه اللي جمع سايكل اي ام بي وسايكل جي ام بي ده بيعمل تاكي وده بيعمل تاكي بعض انا عارف بتكلم بصعوبه الدكتور استخدامات طبعا برادوسين اهو هايبرتنشن مع فيلير وحكايه جات لك الامتحان ام سي كيو فيرست دوز فينومينال يا ريت ياخدوا بالليل اول دور منه بالاضافه لعيوب ثانيه اخرى كثيره. بص الحتات بالنسبه لي ده عاوز تعرف النون سيلكتيف الفا بلوكر لايك فينتولامين كلمه نون سيلكتيف بيفيدوا الفا 1 والفا 2 فينوكسي بنزامين وحاجات ثانيه مش مستحبه ليه نوت يوزد. السؤال ده بيجي قوي بيقفلوا الفا 1 والفا 2 ابص المنظر يا اسماعيل اهي بيقفلوا الفا 1 ماشي يا عم اهو في التولامين اهو وبيقفل كمان الفا 2 بص كله بيقفل بي اتش اف في التولامين كله بيقفل الفا 2 يطلع نوع ادرينالين نوع ادرينالين الفا اجونست تولي بيتا 1 هيلاقي الفا مقفوله يشتغل على بيتا 1 يعمل تاكيكارديا. حضرتك فاكرين سالتك سؤال امتى النور ادرينالين اللي هو دواء الفا يعمل تاكيكارديا هو المفروض بيعمل ريفلكس براديكال. قلت لك الاجابه لما تلغي ريفلكس براديكال الغيها ازاي؟ ممكن الغيها الفا بلوك او الغيها لو كنتوا فاكرين بعطيفين قلنا الكلام ده او ممكن نديها بجانيوم بلوك. لكن من اهم الحاجات لو الالفا مقفوله النور ادرينالين يبذل تاكيكارديا نورمالي النور ادرينالين بيعمل ريفلكس براديكال. وقلت لك سؤال يقول لك لو اديت لواحد نور ادرينالين بره اوضه العمليات يعمل في الارتيت ريفلكس براديكال. طب جوه اوضه العمليات حيث خد اتروبين قبل ما يخش يعمل له تاكيكارديا. وصلت؟ كان في سؤال قلته قبل كده اتروبين يستخدم كبري اناثيليا قبل البنج لو ان بره يعمل براديكارد دخل جوه حيث خد اتروبين يحصل له تاكي كارد بي 1 محدش النهارده بيستخدم النون سيلكتيف الفا بلوكر في علاج الضغط. مش موجودين في السوق لا في تولامين دايستولكو ولا في التولامين. ده حكايه الفا وبيتا بلوكر. بنفكر في البيتا بلوكر ازاي بيوطي ضغط الدم. كثير من الطلاب والابناء يقول لك دي ادويه بتقفل البيتا يبقى الالفا ارقو بوست عالي الضغط. دكتور هي بتوطي ضغط الدم بعد اسبوعين من العلاج لاسباب كثيره. واحد بتقفل بري سينابتيك بيتا في الدماغ ودي بتقلل افراز النور ادرينالين. بتقفل بري سينابتيك بيتا بريفرنت تقلل النور ادرينالين. بتقفل بيتا في القلب تقلل كارديك اوت. بتقفل البيتا في الكدني تقلل اهو هنا انتي ريمين. ايه كمان؟ في كلام انها بعض البيتا بلوكر طلع ليه دايليتو افكت زي الكالفيدينول زي اللابيتالول وفي بعض البيتا بلوكر ليه نشاط سوبر بروستاجلاندين. الكلام ده بيجي في الامتحان. الامتحان كله بطلنا اسئله طويله اسئله صغيره يقول لك ميكانيزم او بيتا بلوكر از انتي هايبرتنسيف. من المفترض انها تعلي الضغط لكن بتوطي بعد اسبوعين عشان الاسباني هيبص معايا او تقفل بري سايلنتك معلش حضرتك سلايد
بريسايدات البيتر سيريس تقلل الإفراز. كيف البريسايدات البيتا في النيرف إند بتقلل الإفراز؟ من هيك البيتا في القلب تعمل بادي تاريخ قلب التاريخ أو بوت. بيتا في الكيدني تقلل المنزيليشن. عارف تقول لي كمان ريسبت بتراجع حساسية البايو ريسبت. وعلى البلد ريسبت في بعضها بايليف موضة على البوسة سايدل. ده البوسكا جلاند اللي لقوها البيتا بوكا بتزوده. البريفرال ريزيستنس بتقل بعد اسبوعين دي معرفش. لكن هنا كمان في بعض البيتا بوكا ليها بايليتو لايك كاربي ديلول. شايف الميكانيزم اقول. شايف كذا حاجه. تقفل بليز. لازم يكون لها مبين. واحد اهو سوري تقفل بليز سايدات البيتا سنتر. اثنين تقفل بليز سايدات البيتا بريفرال. اهو عاوز تقول ايه بريفرال ايه سواء هنا او هنا. ثلاثة بتقلل التارجت او الروت. أربعة انسون للأسف. أربعة انتيرينين. أربعة انتيرينين. كل دول ميكانيزم أهل الميكانيزم بأكشن حكاية في بعض البيتا بلوكر بايليت والإفريك موبا وذا سوق بوستاجلاندن وذا عن طريق إنها بتقلل بريفر ريزيستر وذا اللي ليها الفا بلوكر ان اديشن للبيتا بس مش عاوز كده في الالفا بلوكر والبيتا بلوكر معلش عشان الوقت طبعا في كلام اكتر من كده انتبهتوه قبل كده بس انا عاوز اقول كلمه لازم تبقى عارف تقولي عارفه كويس طبعا عيوب البيتا بلوكر هو الكونترا اديشن بتاعتهم هناك في الاوتونومي المذاكره نيجي الحته ادرينرجيك نيورون بلوكر من فضلك هتكتب سطرين دول وترسم لي رسمه دي. بص لما ترجع في كتابك هذه المحاضره اللي كانت قالتها الابنه ايمان سمير قالتها لكم كانت رائعه. بص قالت لك في دواء ادرينرجيك نيو بلوك في ادويه بتمنع الريليز دواء اسمه كواليفيدين. يا ريت تعرف الثلاث كلمات دول عليه. معلش انا اسف اتكلم بسرعه. اسمع ادرينرجيك نيو بلوك دواء اسمه جوانيفيدين. الاول افهم الرسمه بس هنقول ايه فيهم هنتبع ايه. الحس النيرف اندي جار وادي فيزيكال او جرانيولز. اول خطوه في الجوانيفيدين وكان اسمه في السوق ازميلين. It is taken by the adrenergic granules. عارفين بيخش ازاي؟ بيخش من ابطيك واحد زي النور ادرينالين بالظبط على نفس الطريق على نفس الضرب اوف نور ادرينالين. دي حاجه اسمها نيرون ابطيك واحد اهو ادي جوانفيدين ابطيك. ثم هنا بيعمل ايه؟ للاسف لما بيخش جوه يعمل انيشال ريليس اوف نور ادرينالين. شايف؟ نور ادرينالين ريليس تيرامين لايك. فاكرين التيرامين مش دواء كان اندايت بيطلع النور ادرينالين انيشال ريليز. للاسف لا زال زملاء من الصيدله يقول لك ميكانيزم اوف اكشن اوف جوانيفيدين. وزي ده اتلهى من زمان. كان اخ واحد عندنا في العنايه المركزه عند الدكتور شريف مختار وبطلنا حتى نستورده. يعني فلان قدام انا واحد منهم يا بطلنا نجيب وخلاص لا الشركه ما بتصنعوش. لكن اعرف ان هو استيجن باي ذا ادرينالين في اول رسمه كان الجي يعني جوانيفيدين. كان الجوانيفيدين ابطيك دخل وبعد ما يخش جوه زحمه جوه في نور ادرينالين يعمل انيشال ريليس اوف نور ادرينالين يسموها بايرامين بايت. لدرجه في بعض الابناء الشاطرين يقول لي ان ممكن كان في الاول يعلي الضغط 80 كيلو كيما بيت بالذات لو اديته اي في كان ممكن يعلي الضغط. عندنا استاذ عظيم في صيدله يقعد يسالك تاثيره على الضغط ايه يا ابني؟ بيعمل ايه؟ هو الاول يتاخد جوه ثم يعمل نور ادين ريليس تيرامين لايت ثم هو الاكشن بتاعه. بص هو هاز بروكين لايت افكت. بروكين ده النائب الاول للكوكين. الكوكين وللاسف كنا بنقول غير سؤال على الكوكين لسه هناخد التفصيل في سي ان اس معلش مش هفتكر الامتحان بس الكوكين فيه نائب الاول اسمه بروكين
ده لوكال انستيزيا لايك. فالجوانسيدين يشتغل تموكين لايك يقفل النيرف شايف سك على النيرف لحاجه تنزل نو ريليس اوف نور ادرينالين ولا حاجه تخش نو ريابتيك. تاني لو رسمت الرسمه دي انا ببقى مبسوط قوي قوي قوي. جوانيثيدين مكتوب عندك في سطرين الجوانيثيدين يا ريت ترسم تحتيه الرسمه دي عشان خاطري وهي تبدا تهب ثلاث خطوات. بص جوانيثيدين ابتيك باي ابتيك واحد زي ما على نفس الضرب ساسير على نفس الطريق ثم بعمل في الاول انيشال ريليس بطلب اللي فاهم فهم المتحن بتاعه ثم توكيل لايك زي اللوكال انستيزيا بيعمل بلوك. عشان كده يعلمونا ان الجوانتي دي من الادويه اللي بيمنع ابتيك واحد بيعمل نيرف بلوك. كل اللوكال انستيزيا بيمنعوا ابتيك واحد كل اللوكال انستيزيا دول كان في تجميع في الاول جاي لا في ادويه الاكتئاب ترايسايكليك انتي ديبريسنت مضادات الاكتئاب ثلاثيه الحلقات ليها كوكين لايف تمنع ابتيك واحد. بتكلم على ادويه تمنع ابتيك واحد اي دواء ليه لوكا دي هيقفل النيرف لا حاجه تنزل نو ريليس ولا حاجه تخش. فهي قوي على الجوانسيدين كده. عاوز تقول ايه؟ خلصت. عاوز اقول لك على الليزيبين. بص مالكش دعوه انا كاتب كلام كتير عليه مالكش دعوه على الجوانسيدين ده انا بسلي نفسي. بص الليزيبين رسمه زي بعض معلش في فمك اهي هترسمها فينها يا اسطى اهي استنى معايا دكتور ناسي ادي الليزيبين اللي بعده هو مكتوب عليه دواء بيمنع التخزين. طب ازاي؟ افرض حظي عسل مفيش حظ عسل ولا حاجه كله للخير. افرض حد سالني الليزيبين كان بيشتغل ازاي؟ ما في عندنا دوائين في السوق شغالين فيهم الليزيبين او اللي بيعمل اكتئاب ومحاضر انتحار او حشائر لكن ما هذا المنظر. بص ادي الجرانيون زايد المفروض فيها نور ادرينالين هتفلسف يا دكتور محسن هقول واحد اثنين ثلاثه زي ما قلت في الجوانيثيدين برضه. الراجل ده من ضمن الحاجات في انزيم هنا بيحكي الجرانيون عامل زي البواب عامل زي البودي جارد بيحكي الجرانيون ما يخليش النور ادرينالين يطلع. الريزيبين بيشتغل على هذا الانزيم اسمه مغنيسيوم ديبندنت اي تي بيز انزيم اللي كتب عليا ار كونوا اللي كتب الحتاني شوه الحتاني معلش وانا ياما شوهت حاجات فاهم ازاي. في بص بيعمل ايه؟ الراجل ده بيقول عليه نون كومبتيتيف ريفرسال انهبيشن اوف انزيم اسمه مغنيسيوم ديبندنت اي تي بيز انزيم. انزيم ده موجود هنا على سطح الجرانيوت. يا سلام لو قال لك الكلام ده هم كلهم ثلاث كلمات. الريزيبين another example non-competitive irreversible inhibition. الاخ الفاضل بتوع الفتاح ادانا خمس امثله non-competitive irreversible inhibition. واحد خد منهم اثنين لغايه دلوقتي، واحد خد منهم حاجه اسمها اوجان فوسفاس اي كومباكت non-competitive irreversible inhibition. قال الريزيبين non-competitive irreversible inhibition. خد بالكم من هذا الكلام اهو انا خدنا نون كومبتيتف حاجه ثانيه في نوكس بنزامين بس ريفرس بيرجع بعد كده اهو. بص اهو لما انهبت الانزيم ده استنى عليا خلاص البواب مات البوابه اتفتحت يحصل ليكج اوف نور ادرينالين فروم جرانيولز ما يبقاش في ابتيك ثلاثه اللي هو جرانيولر بي ابتيك. لو سألك حد تعرف دواء يمنع ري ابتيك ثلاثة في الطب؟ ريزيبين فول ستوب مفيش غيره. دي أول كلمة. طبعا في طلبة زي أقوياء يقول لي بالفعل أقوياء في العلم تقول لي واحد يقول لي يلا طب مش ده ما يطلع نور قديم زي الجوانسيدين من شوية. طيب عاملين لايك مش مفروض لا الدماغ مستنيه أهو. الدواء ده بيطلع يقعد زي ما بيقولوا بينز سلولي ريليز. عارف لو اديته في الوريد يعمل ضغط. ده الطالب اللي فاهم بس الكلام ده محتاج صعب. لو اديته في الوريد وطلع مره واحده كميه كبيره من النقط دي تفوق مقدره الماء على تكسيره يعمل ضغط.
ده سؤال صعب اساله في الماجستير ابدا. الريزلبين اي بي او الريزلبين اي بي يعني ضغط بس هو مختلف. جوانيثيدين بيطلع مي لايك او بيخش يزيح اللي هو بقى دي. والريزلبين لما بيبوظ الجهاز الانزايم اصلا ليك جيجانب يفوق مقدره الدم. يا ويلك لو مريض بياخد مارك الهبت تدي ريزلبين يعني ضغط فاكرين حاجه ولا لا؟ لو اديت مارك الهبت طب زي ما كنا بنعمل زمان لما نلاقي واحد يكتئب من الريزلبين نديله مارك الهبت انتي ديبرسنت كنا نخلي ضغطه في السماء. انا مات من اثنين عين من شويه اللي موتوني يعني لو قلت غيرهم مات من السريفال هامج. مفيش حاجه اهو اول اكشن دي اهو. الاكشن الثاني ينزل بعد شويه ديبليشن يعني ديبليشن تفضل بستور مفيش تخزين. كنا بننزل نور ادينالين وسيريتونين سنترال بريفر يا ريت تزود كمان كلمه الدوبامين كمان معاه ديبليشن اوف ذا ستورز اوف نور ادينالين صار وقت يداهمنا والسيريتونين والدوبامين. ليه الناس اللي بياخدوا زيتين بيجيلهم اكتئاب؟ لان عايزين ناس بيفضل السيريتونين والدوبامين. الدوبامين ده بلاجر سبستنس بلاجر سبستنس بتاعنا الريورد بلاجر بيزيد في حالات معينه الدوبامين. عشان كده العلاج بتاع الاكتئاب محاوله زياده السيروتونين ده بينقص السيروتونين يخش في الاكتئاب. واكثر دواء في الطب بيعمل كوميت سويسايد اهو دكاتره. بعد شويه طبعا الريسبتورز تبقى مفيش حاجه بتنزلها يحصل لها اب ريجيليشن. انا سمعت على الكلام ده ولا سوبر سنستيفيتي اوف ادرينرج ريسبتور. واحد يقول لي بيت وخرفت يا دكتور محسن بقى ده بس اسمه سيمباثوليتيك يعني اكزجيريتد افكت. لو حققت سيمباثوليتيك من بره مع الريزوبين اكسوجنس يبقى اكزجيريتد. لكن هو بيضاد الاندوجنس هو بيفضي دستورز. من فضلك الكلام ده لازم اعرفه عشان خاطر صوت اوف دينرفيشن كاني قطعت النيرف مفيش انا حاجه سبت بتاعي. Super sensitivity may occur due to decreased number of receptors. هنا due to increased number of receptors. الجسم يعود يزود النمبر والسنسيتي اوف ريسبتورز دي اللي بنسميها سوبر سنسيتيف ادرينرجيك ريسبتورز. هتكلم على التعليق بقى الفا بيفاين دوبا. على فكره الكلام ده مش عليك انا عاوز الاسبتين بس واتمنى ان كنا قلتهم اتمنى سنترالي معلش اللي بيمنع التحليق الفا ميثايل دوبا. انا هستاذن حضراتكم اناقشوا معه هو شغال في لوحين بيمنع التحليق وفي نفس الوقت بيستميت الفا 2 هناقشوا هنا في خليكم معايا معلش. في عندنا ادويه استميت بريسينابتيك الفا 2 كلونيدين واحد الفا ميثايل دوبا 2 وانفاسين 3 اهو ده مطلوب منك تعرف بالتفصيل ده وده. تعالوا نناقش الاول الفا ميثايل دوبا اسمه البومنت في قسم امراض النساء والتوليد في مستشفى قصر العيني. مستشفى قصر العيني اللي هتظل مرتبطة بالكلية الأم. مش عاوز أقول أنا أقصد إيه. لن تنفصل المستشفيات في رأي ده رأي شخصي ولن تنفصل تظل مرتبطة بالكلية الأم بالأقسام الإكلينيكية وإلا ما يبقاش في تعليم. بص ألفا ميثايل دوبا أعرف استنى يا دكتور السيري الرسمالي شايف؟ قال لي تيروزين دوبا استنى يا دكتور وحياتك تيروزين دوبا دوبامين يخش هنا جوه باي دوبامين بيتا اوكسيديز يدي نور ادينالين كانت بتسبب النسبه شويه. تاني تيروزين اهو دوبا باي دوبا دي كاربوكسيديز يدي دوبامين باي دوبامين بيتا اوكسيديز يدي نور ادينالين عرفناها منذ زمن.
عاوز تقول لي ايه خلصني؟ انا محتار ازاي تشتغل الفا ميثايل دوبا. اذا سئلت انا اقول لك اربعه او خمسه ميكانيزم. واحد هو دواء بينهب الدوبا دي كاربوكسيليز انزيم. لما ينهب الدوبا دي كاربوكسيليز انزيم يمنع تحويل دوبا لدوبامين، يمنع تصنيع النور ادرينالين. هذه واحده. مش قلت لك يمنع التخليق؟ ماشي يا عم. هذه اول نظريه هكتبهم بعد ما اشرحها. انا اسمي الفا ميثايل دوبا، تشرفت. الكلام ده قايله الدكتور، شرحت لنا كلام جميل. انا اسمي الفا ميثايل دوبا، اخش بدل الدوبا. يعني ايه؟ اخدع الجسم. انكوبريت اتسلف، يحشر نفسه انستد اوف دوبا. انا دخلت اسمي الفا ميثايل دوبا، اصنع الفا ميثايل دوبامين، الفا ميثايل دور ادرينالين. ضحكت عليكم، انا فولس كيميكال ترانسميتر، انا ما اشتغلش على الالفا ريسبتور، انا اسمي الفا ميثايل دور ادرينالين. تاني النظريه الثالثه. النهارده رجعوا قالوا لنا النظريه الثالثه وهي النظريه الاولى دلوقتي. يبقى اول نظريه معنى التخليق، حطها زي ما انت عايز. تاني نظريه تكوين فولس كيميكال ترانسميتر. تالت نظرية هذا الفولس كيميكال ترانسميتر لقوه بيستميت الفا 2 في الدماغ والبريفرال. الالفا 2 دي الموضة اللي زي ما قلت لك اول ما اكتشفوها في مؤتمر استراليا بتاع سيدني سنة 87. ربنا يكون معاهم في محل الشوكولاتة اللي انا كنت هناك فيه كمان. حصل النهارده. المهم يعني عاوزك تعرف من قدام محل ازاي؟ يجيب قضية. بص النهارده بيتكلموا ان هذا الفولس كيميكال ترانسميتر اللي اسمه الفا ميثايل نور ادرينالين ده بيستميت الفا 2 سيرتري والبريفري، قلل افراز النور ادرينالين. كنا بتقول بيستميت الفا 2 في الكيدني، قلل الرينر. كنا بتقول عدم تصنيع النور ادرينالين في الدماغ يخلي الواحد هادي وقت الضهر. نظريات مختلفه. هذا بص بيتسال كتير قوي. اهو واحد كومبيت وذ دوب، شوف يخش مكان الدوب، leading to formation of false chemical transmitter. هذا الفولس كيميكال ترانسميتر شايف بيستميت بري سينابتيك الفا 2. انا محتار احط تبع الفا 2 الف ولا احط تبع ادرينرجيك نيوروبلوك. ثلاثه منع تصنيع دوبا دي كاربوكسيليز انهبيتور، جبت هذا الانزيم. أربعة قول لي سيديشن، خمسة قول لي حكاية أنجيوجينيك. هنا استميت ألفا 2 برضه يقلل الإفراز من نوع أدرينالين. للأسف باجي بسرعة غصب عني. ألفا ميثايل دوبا إزاي بيشتغل؟ أبناء الأكشن بتاع الألفا ميثايل دوبا واستخدامات، أنا استخدمات على طول. استخدامات واحد treatment of hypertension with pregnancy بعد حمل. The only one مش تباتوجينيك. إذا أنت طالب شخص زيكم كده يعرف نمرة 2 لابيتالول، نمرة 3 هيدرالازين في علاج الضغط مع الحمل. وما أكثر الهايبرتنشن with pregnancy. وما أكثر التوكسينيا of pregnancy سموا الحمل. الشهور الأخيرة في الحمل تجد الست من دول تتقل وتسهى عن قياس الضغط. لا ده انا في الشهر الاخراني اعيش في الاسبوع مرتين خوفا من الضغط يعلى ويجي لها توكسينيا في بريجنسي. ربنا يقويك وساعد الولاده تخش في المارجن وهايبرتنسيف انفلوباثي وتورم مشكله كبيره جدا. لا بيتالول الامريكاني يحبوه قوي، ترانديل ما عندناش في مصر. الفا ميثايل دوبا دواء مع الحوامل مش ده. ما حد بيدي هيدرالازين، انا بقول كنظري بس. يا جماعه كمان كوم استريك الفا 2 في الكيدني بيقلل الريم، يقلل الفازو كونستريكشن بتاع الانجيوتنسين 2 لما بيقلل الريم. مفيد قوي للكلى الفا ميثايل دوبا لو الكليه تعبان اهو. عشان كده السؤالين دول باستمرار في رينال انسفشنسي
لو الكليه تعبان وميت طبعا فيها مجن كلي مش وقت. في ادويه كتير تستخدم في رينا انسفشنسي على راسها فوزيمايت لوب دايركت على راسها كمان ايس انهبيتور بتقلل الجلوميرو هايبرتنشن قلناها امبارح. دكتور اوعى تنسى السايد افكتس بتاعته. هو شغال سنتر بريفر بيدي اكتئاب برضه منع تصنيع السمباتات الدماغي كل دول اكسيتات منع تصنيع الدوبامين في الدماغي والنقطه دي والسيروتونين يعمل اكتئاب يمكن اقل شويه من الزيتين بس يعمل نقص الدوبامين يعمل شهر الرعاش. عارفين شهر الرعاش زياده الاسبايك هي نقص الدوبامين. شهر الرعاش ده سي ناس الادويه بتعمل اكتئاب هجيبها انا لو ممكن ادينا رقم الترم الثاني عند سي ناس موضوعنا كله مش موضوعنا كله لو عشنا تعرف انه بيعمل اكتئاب واضح. الادويه اللي بتعمل اكتئاب اللي هي دراج انديوست ادويه بتعمل اكتئاب اهو. دكتور طبعا لما تلغي السيمباثيك البارا تاخد الهرمونات بارا سيمباثيك بريدومينس بارا يعني براديكال وانتايزيشن ليزر ستافنس باستمرار عند الزوجات ممكن يوطي ضغط الدم فشل بس مش زي الوالفيدين بارس المذاق يزود المتيت الغيري بس انا بهتم بدي اغلب اكتب عليها هام اذا كان عندك هناك هناك فين في الاوتونوميك ايه هو؟ وانا ودي هيباتوتوكسين دراكس هيباتوتوكسين دراكس وفي موضوع انا قلت في السنه اللي فاتت السنه دي في جي اي تي اسمه هيباتوتوكسين دراكس طبعا على راسها حاجه تحسب باراسيتامول باراسيتامول البنادول اللي بناخده زي البلابس ده على راسها الباراسيتامول وناخده الناس الاقي ناس بيطلبوا اربعه وخمسه يا حبيبي ده في نوع معين اذا كان الكتب كانت 3 جرام في اليوم والقوس 500 ملي جرام مش معنى كل مره تاخد 6 انت عارف ليه ما فهمش بتاعتك الاخبار ايه بالذات في الاطفال دكتور معلش اهو هيباتوتوكسيك خدوا بالكم حته جاري الرجي الرجي مانيفست بحاجات كتير قوي فيفر وإديما الرجي بون ماو ديبرشن معلش ساعات يعمل كمان الرجي هيموليتيك انيميا حاجه اسمها بوستيف كومز تيست الرجي هيموليتيك انيميا انا بقالي كتير ما كتبتوش الدومات يمكن من اسبوعين كتبت سيدة حامل ضغط عالي الدوميت طبعا 250 ملي جرام بجد 3 مرات في اليوم لكن لقيتها تشيرفول وما عندناش غير هتلاقيها ايه؟ لا بيتالون مش موجود في مصر هايبرازين مش موجود في مصر الا في دار مع ريزنتين ما اقدرش اكتبه لك بص كل الكلام ده عيوب لهذا الالفا ميثايل دوبا اوعى تديه في واحد مكتئب اوعى تديه في واحد كبده تعبان بص لا واحد مكتئب ولا واحد كبده تعبان اخر موضوع حول غنى في الضغط كلوريدين كلوريدين اكتب عليه نظري هام كلوريدين كاتابريس كلوريدين ده ابن عم سامع يا دكتور عشان يدهبنا الوقت مليان الهارت فيلير معلومات كلوريدين بس اعتقد خدنا الضغط بالتفصيل معانا حته في العمل اسمها كومبيلنج انديكيشن معانا حته هقولها دلوقتي بعد دقيقتين اسمها فيل كروموسايتوما 6000 في الاوتونوم ابناء استنى بس كلوريدين ده ابن عم التولازولين تقول لي هو ده فاكر التولازولين يعني مجموعة اسمها النيدازولين دريفر الفا بلوكر ران سيلكت كان فيها التولازولين زودتوه معايا ما كانش موجود عندكم وفينتولامين فينتولامين ده بتاع التشخيص فيه الكروم سايتوما هو ابن عم التولازولين دكتور لحظة عشان خاطر اول ازاي بيشتغل ابن عم التولازولين هو النيدازولين يعني ولاد عمه الفا بلوكر من العجب العجاب سؤال نقلته انا من كتاب امريكاني وبقى يجي باستمرار
انت بتقول ابن عم الالف الضوء. تعرف في سؤال حلو يقول لك ايه؟ The foreign drug has a concomitant alpha 2 agonist to alpha 1 blocker. فهمت حاجه؟ تاني حته صعبه. يقول لك The foreign drug has a concomitant يعني مع بعض alpha 2 agonist و alpha 1 blocker. طبعا ليه الفا 1 بروكر؟ لا عجب، فهو ابن عم الامبيدازولين في التولامين والتولازولين. وليه الفا 2 اجونست؟ ده مين ميكانيزم الاكشن بتاعه اللي قالوه من سنه 87. بص الراجل ده بيشتغل شايف كتابي ادي كلوميدين وجوانتازين استميت الفا 2 اللي موجوده في البرين فازو موتو سنتر هايبوثالمس وهنا بيقفل الفا 1. بس اوعى تنسى الفا 2 ميني موجوده سنترال لكن فيها شويه كمان بريفرال في النيرف اند. وقيل كمان قفل الفا 2 بيقلل الرمل. وانا هزود عليه مقوله اخرى انتي سيروتونين وهو من اهم الادويه في علاج الميجرين هيك. علاج الصداع النصفي كبروفيلاكسيس. ميجرين معلش اتكلم شويه. هنعمل ايه؟ من فضلك اعرف ادي كلوريدين ميكانيزم اوف اكشن تاني سنتر استيميشن اوف الفا 2 اند بريفرال استيميشن اوف الفا 2. هنا بيقلل افراز بس اللي بياخد كلوريدين تلاقيه كده هادي على غير طبع دراوزنس سيديشن نايم باستمرار وقد يؤدي الى اكتئاب برضه للاسف. وبريفرال استيميت الفا 2 قلل الافراز وان اديشن بيقفل كمان الفا 1. بزعل تكتبش حاجه ثواني هزودها. بزعل لما الاقي واحد يكتب معاه تراي سايكليك انتي ديبريسنت. كانوا زمان ما عندناش طبعا الادويه الجديده في علاج الاكتئاب حاجه اسمها السيروتونين ري ابتيك انهبيتور. ادويه تعلي السيروتونين تمنع الابتيك بتاعه تعليق الدماغ. بس قبل السيروتونين ري ابتيك انهبيتور اسمها سيلكتيف سيروتونين ري ابتيك انهبيتور اس اس ار اي اشهر ادويه في علاج الاكتئاب. الناس ده حاجات جديده قوي يعني انا مريضه ما عرفتش عليك طبعا انا مش تعبان نفسيا لكن واحد زميله ده ادويه غيرت كومبليت ده بحقيقه بنعترف بيها ادويه الاكتئاب بنعترف في اكتئاب. بس طبعا مش كل حاجه الادويه لازم الاهتمام والله قوي لكن الادويه تساعد. ليه بقول كده؟ كنا زمان على ايامنا ندي تراي سايكليك انتي ديبريسنت كان ولا زال التراي سايكل انتي بريست بوظ عمل ده. ليه تبوظ عمل؟ ابولش اتس اكشن. التراي سايكل انتي بريست ليها الفا بلوك. الله الفا بلوك. طيب هتقفل لي هنا وتقفل لي هنا نون سيلكتيف الفا بلوك. لو قفلت ده انا اشتغل ازاي؟ مش فاهمين حاجه. تراي سايكل انتي بريست هاز الفا بلوكيد افكت. تقفل بري سينابتيك الفا وسنترال الفا اشتغل ازاي؟ كنا هتقفل ده زي بعض بس لو قفل دول سايكل اكشن قفل اشتغل ازاي؟ درايف انتر اكشن صعب للاسف. سالت بعض انا مش تقفل ما عرفوش بس عليك مش معناه ان احنا بنخش كومبيتيشن. دكتور كلوريدين اهو بلغس كلامك بقى. بص اهو سنترالي كلوريدين شايف سنترالي اهو عندها دلوقتي ضغط سنترال اهو ستيميت الفا 2 في سي ان اس وبريفرال شايف؟ ايه كمان؟ بريفرال للسنترال بريفرال اكشن ستيميت الفا 2 وبيبروك الفا 1. سمعت السؤال اللي سبيد قلته من شويه مين دي اكشن الفا 2 ادوست والفا 1 بلوكين انتاجنت مين دي كونكومتر مع بعض الفا 2 ادوستيك والفا 1 انتاجنستيك افكت كلوريزين انتي غنم واحد من اربعه انتي غنم بيتا بوكر ولا بيتا دول وكلوريزين والفا ميثايل دوب اخذناه. بيسالوك من الانتي غنم السكيرن ده سيبك منه ده بيعرفه كاس بيمنع تقليد غنم ثم الايس انهبيتور والارديز دول غنم انتي تنسين انهبيتور دكاتره ان اديشن للبلوت ده ليه كمان نمرة اثنين انتي سيروتونين خدتوه مع الدكتور مرجان الادويه الانتي سيروتونين كل واحد بيشتغل في حاجه اللي في الاكتئاب واللي في البيجنين هيدنج واللي في كوكاينيتك واللي دكتور اهو
اشتغل فيه هايبرتنشن اهو سبيشال الكلى تعبان بيزود بروفيلاكس في المجرين. انا هقول حاجه ثالثه وخلاص. بروفيلاكس في المجرين هيد عشان انتي سيرتونين. في ناس بيدوه في اثناء المورفين ويزدرول. انا هشرح لكم المورفين سي بس لو عشت هتعرف اثناء الوزدرول المورفين الشخص ده بيبقى اكسايتد قوي قوي. لو واحد اسحب من المورفين في مراكز الاستشفاء النفسي علاج الادمان وما اقلها وما اضعفها في مصرنا العزيز وغاليه جدا عشان تعالج واحد من الادمان عاوز على الاقل من 60 ل 70,000 جنيه و 70% منهم يحصلوا ريكارد بعد ما يطلعوا. لكن مفيش حاجه اسمها الادمان لا يعالج الا بالموت، محدش قال كده. كان الفارم قال ده هناك لكل حاجه علاج. وهو الان وقت مقبول انك انت لو انت ادمنت على حاجه هبتدي العلاج. ونمشي مع بعض نساعد بعض ونشوف في منتجعات علاجيه كلها بفلوس ما عدا 2-3 تبع الدوله كويسين. احدهم اللي موجود عندنا بس كثير من الادويه ناقصه في العلاج. دكتور بص العلاج ده بياخد له 6 أشهر مش يوم وليله. مش اسحب المخدر في 24 ساعه زي احد الزملاء او الابناء اللي بيعمل كده في حي المهندسين. ادخلك ادفع 30,000 جنيه تطلع على طول اتسحب المخدر منه. كلام مش صحيح. ليه ممكن عايش متعمد؟ لكن انا ما بنتش حد مليان اخطاء. لكن بص اهو الراجل ده بروفيلاكسز من الجرين اهو مصيبه اهو with the during morphine withdrawal. الشخص اللي بيسحب المورفين بالتدريج على مدار اسابيع بيبقى اكسايتد جامد قوي ضغطه بيعلى. اهديه واقلل الضغط فاي كلوريدين. سايد افكتس طبعا بينيم مفيش سمباتيك شغال. درامز دراي ماوث ما نعرفش سببها ايه. ما نعرفش سببها. ما توقفوش صبي. إذا قالوا لي إيه الأدوية اللي بتوقفها الصدر لغاية دلوقتي؟ أنا أقول لك نور أليت إنفيوجن، دوبامين إنفيوجن، بيتا بلوكا ما توقفش صدر، كلوريدين ما توقفش صدر، وأنت أكيد تعرف حاجة تانية. لسه أقول لك أما يجي الأبواب التانية. دكتور أهو أوعى توقفوا صدر، يحصل ريباوند. وأنا باخده كان بيقلل إفراز النور أدينالين. الدماغ الطفل لما نوقفه صدري الريسبت تعوض الايام الخوالي اللي ما افرزتش فيها وتعمل لها هايبرتنسيف كرايسيس وعلاجها الامثل الفا بوك طالما سببها دون ادرينالين علاجها الفا بوك. دكاتره بيعمل طبعا براديكاليا كمان. دراج انتر اكشن ما تجيش معاه انتي ديبريسنت ترايسايكل. بص الترايسايكل تضيع الايفكت بتاعه. اكتب جنبيها تراي سايكليك هاز الفا بلوكينج ايفكت بلوك الفا 2 والفا 1 ما يعرفش يشتغل. الجوانفاسين احسن منك. اخوك احسن منك جت سؤال. وجوان بنز احسن منك. ليه؟ الكلام ده بيتعاد يا جماعه. جوانفاسين احسن منك. ليه جوانفاسين احسن مني؟ عشان لونجر ديوريشن عشان مو سيلكتيف على الالفا 2 عشان لو وقفت صدري مفيش ريباوند هايبرتنشن اهو. سؤال مسكوبين كتير شايف جوان فازين الاستيوليك ده مو سيلكتيف ولونجر ولس ما بينيمش ولس بسترو ولا وقفت صدري ما خافش منه. انا خلصت بكده. للاسف في حته في العملي مش هلحق اقولها. انا عاوز اقول فين الكروموسايتوما بتبقى عارف فين. او حلو سلام معلش امبارح كده بعد ما خلصت العياده بص عملت ايه؟ بفكرك انت ما سمعتش عن ايه طبعا. بص بفكرك باسمائي معلش. دكتور بفكرك باسمائي بس قبل ما انساه. ايوه استنى سنة. فين؟ ما
افكر براسمالي بالايس في ناس ما طلعوش بيها اي شوف راسمالي وفكر بيها بس اي بص راسمالي شايف انا حاولت ان انا اعملها بص بفكر الافل بيوصل والافل بيوصل معايا ولا معلش الرسمه دي وجدت ازاي ما طيب معلش بس لا اعرف خدوا بالكم ان بيوصل الافل بس الافل اكتر كله بيرفع الافل اكتر الدم ما بيروحش للجلوس هو هنا في ريزيستنس شايف غلط ما بيخشش بيقلل الجلوبير هايبرتنشن ويسيب الجلوبولاي يروح شايف التفت في منتهى الخطوره في البيضات ولا ارتي ستينوز الدم يمشي كده ما يروحش للكيدني اوعى تنسى الحته دي في الموسيقى محاولها تشوما وشوف خمس دقائق تشوما وشوف ويا المضارع سلام عندك موجودة في الاوتونومي تشوما وشوف ويا المضارع طبعا في الايبا تنشو في حتة اسمها كلينيكا اللي هي تحس العامة خدتوا هاي في تنشو العامة ولا تقولوش خدتوا؟ بعد في الموسيقى تشوما وشوف ويا المضارع بيفرز 80-90% نور ادينين قلبت الصور و10 ل20% ادينالين البريزنت فيتشر المريض هايبرتنشن وتاكيكارديا والهايبرتنشن ارقام على فكره في نوعين من فيه الكروموسيتوم ده ام سي كيو بتيجي طبعا ريزيستنت نشر التيومر على طول على فكره نسبتها في مرضى الضغط 0.5% من كل 200 عيان واحد عنده فيه الكروموسيتوم نسبه مش قليله كل 1000 5 شوف بوبوليشن كتيره بقى كام مليون جماعه تشخيصها طبعا بتشخص بالسونار التصوغرافي بالريزستر او بتشخيص دي ان اي استيميشن فانيلاين مانديليك اس استيميشن نورمال من 2 6 ملي جرام في 24 ساعه اذا ارتفع اب تو 50 دي ان اي ده فانيلاين مانديليك اس نوعات التكسير النور الاد هناك فارماكولوجيكال تيست اتلغت بس حاول فارماكولوجيكال تيست لو نوع بريزيستنت تايب استنى يا دكتور عشان خاطر عشان بس ابتدي اتاكد كده الواتس اب فيني بص نوع بريزيستنت تايب عالي على طول الضغط 220 على 120 مثلا سبب الضغط هنا نور ادرينالين وادرينالين اذا نور لو اديت الفا بلوكر يحصل كونسيدرابل دروب ان بلاد بريشر التست اللي بيعملوه يا ابنائي ده اسمه فينتولامين تيست وانا قلت الفا بلوكر اللي كنت بالتاريخ انا مفضل بقى الاولى الى ذكر فينتولامين تيست كان علمونا 5 ملي جرام فينتولامين اذا اديتها اي في مريض ضغط عالي قوي بعد 5 دقائق لو هي فيه كروموسيتوبا تجد كونسيدر بالضغط لو سبب الضغط حاجه ثانيه ما يتمش الضغط لهذا المقدار 5 ملي جرام بعد 5 دقائق كونسيدر بالضغط في البلاد بريشر يوصل 190 على 100 ده اسمه بيرزيستنت تايب في نوع تاني باروكسيزمال تايب يعني ايه باروكسيزمال تايب؟ التيومر بيصعب نوبات مش عارفين السبب طب اعمل ايه؟ اجي واحد ضغطه قوم قالوا لي ضغطه عالي قوي استنى ضغطه 140 80 90 قالوا استنى احنا فاضيين وعندنا كده ضغط كويس وضغطه يوصل 200 ساعات على 120 اعرف اديله ادويه انشيت الابدان حد بيعمل كده بعض عقل بيعمل كده كنا زمان بندي هيستامين كل لوت ضغط الدم استيميليت تيومر يصحى كانوا زمان يدوا حاجه اسمها جاني بلوك اسمها تترا ايفايت امونيا
كانوا زمان بيدوا ميثاكولين. كل دول كانوا بيعملوا ضغط البلاد بريشر ستيميليتد تيومر. ما في اي واحد فيهم ضغط البلاد شوف بقى ان ده بانش. وبعض الناس قالوا ميثاكولين دي سلايد نيكوتينيك. انا قلتها عليك قوي نيكوتينيك. We try to initiate the attack. والموت المعين فعشان نشرح صح فاهم ازاي؟ ما حدش بيعمل كده بس اعرف الاسماء. ابناء ايه علاج في الكروسيتوما؟ سيرجيكال ريموفال تتشال بس قبل ما اشيلها اسيب المريض كده. احسن دواء يعالج الضغط يوطي الضغط في المريض ده الفا بلوكر. موافقين يا ولاد؟ كانوا زمان يدوا فينوكس بنزامين بس عشان خاطري وجاء حار وبقول لك بلجاجه وبقوه. ادي مع الالفا بلوكر بيتا بلوكر. لو اديت الفا بلوكر بس تزود التاكيكارديا عند المريض ده. ما احنا قلناها من شويه. لو اديت الفا بلوكر وهو في نوع دي كتير. لو اديت الفا بلوكر تزود التاكيكارديا اشتغل على البيتا 1. ادي مع البيتا بلوكر. اثنين لازم تدي بيتا بلوكر. اسال لو اديت بيتا بلوكر لوحدها حاول تفهمها. لو اديت بيتا بلوكر لوحدها خطر. لانك تلغي البيتا تخلي الالفا ار اوبوزد تحول الادرينين عند العيان ده لهم ادرينين مو رايز من البشر. تقول لي وقت تعمل حاجه تسمع نفسك ما تديش الفا بلوكر لوحدها تعمل تاكيكارديا ولا بيتا بلوكر لوحدها. بيتا بلوكر بيتا تقول لي تعمل باوز دايلاتيشن. لو اديت بيتا بلوكر بس تحول الادرينين لنور ادرينين بالفا بس مو رايز. العائد يدي الفا زائد بيتا بلوكر لا بيتا لول. كونترا انديكيشن هذا الدواء لا يعطى في الكروموسيتوما لا يعطى معها جوانيتيدين. لحظه حولها لا يعطى معها جوانيتيدين ابدا. ليه ما يعطاش معها جوانيتيدين؟ حولها الطلبه الشاطرين قوي زيكم الجوانيتيدين خدناه من شويه بيمنع بيعمل نيرف بلوك برضه الريسبت بتاعته يحصل لها قفل ريجوليشن. حسيتها تزيد اذا عرفت ان الجوانيتيدين دواء كنا بنقول عليه للضغط الدم العالي بس هو ما بيأثرش على الفيل الكروموسيتوم ما بيخشش بين المضم يجيب الانسولين. لو سيادتك واحد عنده فيل كروموسيتوم بص المنظر شايف قال فيل كروموسيتوم بتطلع دواء ادرينالين نورمالي قبل الجوانيتيدين شغال هنا وشغال هنا شويه في الخطوط القبضيه حته صعبه اللي سيادتك ما فقعت غير شركات واديت جوانيتيدين الشويه اللي كانوا بيخش هو من دور ادرينالين ما يخشوش ما يخشوش ليه؟ لان الجوانيتيدين عمل دور الفوق ويظل الكونتاكت مع الريسبتور سايت اكزاجريتد ريسبونس واتس هارت فيلر فيلر اوف ذا هارت كومبايند تيشو يوم الاربعاء عندنا ثلاث ساعات. ايوه نفسنا ونخلص حق النهار كبير. موضوع سؤال حلو. كان في بعض بناتي وابنائي قالوا ان احنا ناخد بكره الساعه 7. بكره الثلاث. الخميس الساعة 7 الأربعاء الساعة 7 لا أنا كنت عاوز أقول أوبن مايند كنت عاوز أشرح وعاوز أقول مصري الأكسنت وأنا كمان طيب واضح وقتكم لا يسمح أنا عارف زنقة الحمد يعني معلش اليوم الأربعاء تقابل 8 ل 10 ثم 11 ل 12 في موضوع الهارت فيليا بس هات معاك كام ورقة بيضا أنا هزود حاجات الهارت فيليا مهم. ثانك يو فيري ماتش.